ما بقيتش معايا لي فاليز، معايا لي فاليز كاملة. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله ربي ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بين يدي هذه الساعة العظيمة تتقبل منا هذه الجلسة الربانية القرآنية اللي تكون في ذكر الله وفي طاعته إن شاء الله رب العالمين. سيدي علي السلام عليكم. السلام عليكم. مساء النور منامي، توحشتك الحبيب. سلام توحشتك الله يتوحشك. مرحبا بنا عندك في الدار، توحشنا لالا مريم. مرحبا بالرادية ديالنا. مرحبا الحضارة الحضارة. مرحبا. السماق والتاويل لالا مريم، والله لالا في الحقيقة كان عندي الوقت غنقسم لك شي فيديو ولا السماق والتاويل، والله العظيم لالا مريم. باسكو صافي بليزير، واه سي توت سون اونور. وهذا السماق والتاويل ما نهضروش على السماق والتاويل. ماشي قال لك مسمقة أحسن مسحاية ولا ما عرفتش يقولوا لا. سير أسيدي سير، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي إخواني، نستهد حصتنا اليوم بآيات بينات من ذكر الحكيم. هذا النهار يقرأ لنا الحاج يونس، تفضل يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه يناته الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي إخواني، مرحبا بكم معنا dans notre séance de partage et d'accompagnement spirituel et comportemental. حصة تقاسم ومرافقة روحانية سلوكية ومعاملاتية دائما في إطار برنامجنا يدا في اليد لنطور الفرد main dans la main œuvrant pour le développement humain مع Docteur Younes Chraïbi. Nous sommes le mercredi 7 décembre 2022, le mois fait l'arbi'a, 12 Jumada al-Oula, 1444 Alors, avant de commencer notre séance d'aujourd'hui, qui sera dans la lancée de l'événement,
أيه طبعا Il est de notre devoir de rendre hommage à notre sélection nationale qui continue et qui continuera, inshallah, de briller dans cet événement mondial. نعم Nos félicitations vont à tous les joueurs, notre entraîneur, tout le staff technique, sans oublier le peuple marocain, et le à sa public tête, Sa Majesté le roi Mohamed VI, là Allah sûr yansuro, ton que Dieu l'arbre l'assiste, les tolama. comme ami. Alors, ce peuple marocain et ce public marocain qui a montré sa solidarité et qui a accompagné Ah, notre très équipe important. par ses ondes positives Oui. et qui continue d'en produire. Donc, gardons cette. والله هو اللي توفيق. Alors, شفنا كيفاش حدث بسيط اللي هو مقابلة الماتش ده الماتش ده الفوتبول ده واحد الوقت كبير على المجتمع بأكمله. Alors, ma première question, comment est-ce qu'on peut capitaliser sur cette victoire pour le futur? Comment on a, dans notre quotidien, comment est-ce qu'on peut capitaliser sur أو شنو هما الدروس والعبر اللي ناخذوا من هذا النصر هذا وهذا لا فيكتوار هذا. توجور في بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانه سبحانه خلق الانسان. On entend mal. Ah bon? Là, là. La connexion, Quoi? problème de connexion. خلق الإنسان فأبدعه وصوره فأحسن صوره وكان به عليما خبيرا. وهو الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. شو كتسمعوني مزيان؟ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سبحانه سبحانه خلق للدارين خلقا وهم في أصلاب آبائهم فلا مغير لما خلقه وأمضاه. من توكل عليه كفاه ومن فوض أمره إليه دبره وهداه. أحمده سبحانه وتعالى في علاه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله لنا بالهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أرسله الله بالهدى والنور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فبشر المؤمنين الصادقين بأن لهم من الله فوزا عظيما وأجرا كبيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بين يدي هذه الساعة العظيمة أن يجعلني وإياكم نحن وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحببناه في الله ومن أحبنا في الله من الفائزين. إن شاء الله. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que c'est mieux? Très bien. Alors, Sidi Ali, avant de commencer et de parler du sujet de ce soir, qui est la capitalisation, ou là, l'istithmar l'ijabi, l'had shihada, بغيت ندير واحد لا كوريكسيون دو سيغتان تيرمين تيرم اللي خدمنا اللي بقيت نتفكر واللي هما فيهم شويه الخلل. باغ اكزومبل بحال دابا في لي ريزو سوسيو شفت دابا ملي ربح المغرب بحال اللي كنتشفاو شويه في الصبليون، وهذه سي با دو فير بلاي، ماشي روح رياضيه. نديرو تصاور ديال الاندلس ونديرو ديال دي سواي، لا، حنا عندنا روح رياضيه. حنا ما عندناش في الاسلام سيدي عالي l'ennemi, on a l'adversité, on a la compétition, plus on n'a pas d'adversaire, on est des compétitifs. L'Espagne ou le Portugal, les gens, ce sont des compétiteurs. D'ailleurs, on a dit que le meilleur gagne. Donc, c'est très très important parce que l'idée est que والغرب اللي كيتفرج فينا، وحنا ديما كنهضروا على لونيفرساليتي دو الاسلام. الاسلام ما عندناش فيه العداوه، يا با دينمي، سي با مون انمي، سي مون ادفيرسير. اوني دون اون كومبيتيسيون سبورتيف اللي كو لو ميور كان هو وجد، انا وجدت اللي بخي مزيان يخدم. ياك نشوف داكور. دونك هذه النقطه الاولى بغيت نشير لها. ما عندناش حنا العداوه، حنا عندنا لادفيرسير، عندنا كلكا افيك لوكيل جو في اون كومبيتيسيون.
الحاجه الثانيه كيما بوكو ماركي سا سي توت ا لونور ديال لونترينور دو ليكيب ناسيونال سي وليد الركراكي، هو كيفاش هضر على لويس انريكي وقال عليه دو بيان، قال جو سوي كونتون كو جو كو كو مون ادفيرسير فا اتر تيل تيل انترينور، ان لا اون اوكا مومون مينيميزي، ان لا اون اوكا مومون قلل منه. وهادو هما سي سا لي فالور، لي فالور، لان هاد لا كوب دي موند انا جاتني كلها فالور. اي كوم ا دي سي بيان هودا كي ماكومباني، اشاك فوا كنقول فريمون il faut qu'on capitalise هاد الشيء هذا، اون كابيتاليز هاد لي فالور، اون كابيتاليز هاد الشيء هذا، وهاد الفكر هذا يرجع لنا، يرجع لنا هاد ليديولوجي، باننا هذاك ندخلوا نلعبوا كره، نسالينا كره ونكبط تعبوا. هذا هو الفير بلاي، وهذا هو الحب، وهذا هو قمه الانسانيه. دونك افون دو كوم tu as fait l'introduction à Sidi Ali، قلتي سي ان بوتيت ايفينمون سي فري في ليستواغ، شنو فرقه هاد الكره ربحت فرقه هاد الكره. ولكن اخويا علي هاد لو بوتيت ايفينمون ما فيه رابلي واحد ليفينمون كي فيان دون لي ميم سيركونستانس. سي في لو ديزيام سيكل ديال ليستواغ دي زاراب لسيدي علي، كان وقع واحد الحدث، واحد لو مومون في ليستواغ ارابو مسلمان في الاندلس في لو ديزيام سيكل، في القرن العاشر ميلادي والقرن الرابع هجري، كان وقع واحد الحدث في التاريخ ديال الاسلام بحال هكا تقريبا. هذا الحدث وقع في ليبوك ديال الدوله الامويه، لي زمياد الامويين، في التاريخ ديال الدوله ديال تي سي كو وصلت العرب للقمه لابوجي ديال الحضاره وديال لا سيفيليزاسيون، مي عاوتاني طاحوا. مي في وسط هاد الـ هاد الـ هاد الـ هاد لي دون دو سي هاد لو كاو، يافي ان تري يافي دي مومون تري سامباتيك اللي اون بو كابيتاليزي، واللي يفون نو رابلي انورميمون هاد الحدث هذا اللي وقع دابا، اللي وقع دابا هو سي ليستواغ ديال واحد السيد سميتو محمد بن ابي عامر. هاد محمد بن ابي عامر يل مي رابيل انورميمون l'histoire de la victoire du Maroc. On va le voir. Mohamed ibn Abi Amir, et ça vraiment le message d'Ali, tous les Arabes, tous les musulmans, tous les gens diminués, c'est pour ça que la conférence, pour les gens désespérés, pour les gens qui n'ont pas confiance en eux, pour les gens issus d'une famille moyenne, d'une famille pauvre, on va s'arrêter par l'histoire de Mohamed ibn Abi Amir. Mohamed ibn Abi Amir était un jeune de 18 ans. Je préfère te voir ou chauffer le nest. Donc, je ne t'avais pas d'armes à quelqu'un ou chauffer le nest. Voilà. Ah, voilà. Ah, exactement. Donc, Mohamed ibn Abi Amir, Sidi Ali, quand il a 16 ans, ou quand il a le métier, il a un petit métier. Il a un petit métier pour bien choisir le terme. كان عنده ان بيتي كان حمارا، كان ايتي ايسو دون، ما عندوش الفلوس، كان كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل اكزاكتومون مودست، ولكن كان عنده ان ميتي انكور تري مودست. ايتي حمار هو حمال، عنده 16 ans خدمته حمال، تيهز الثقل بحال اللي كنقولوا حنا عندنا فاس زرزايه، كانوا دروبه في غرناطه صغيورين، هما الناس تيهزوا بالحمار. كي اون موان دو ترونسبور، انا كنقول شي حاجه في الحمار حيت ما بغيتش ندير حاجه، سي ان موان دو ترونسبور الله خلقو لنا. دونك تيهز ترونسبور، وكان هذا لو ميتي اي لو بارتاج افيك دو دو سي كوبان، وعايشين في واحد البراكه، في واحد لونسيا ميزون ولا ان طودي ولا اون ميزون انسالوبر، عايشين في لي بوردور ديال غرناطه، ديال غرناط، ديال غرناطه، وعايش هو وصحابو. واحد الليله هذا لو جون دار في صحابو، قال لهم تخيلوا دابا انا نرجع خليفه، قصارين كيتذكروا وي قصارين، قال لهم دابا انا، قال لهم انا دابا رجعت خليفه. ديجا بعد فاش قال لهم تخيلوا نرجع خليفه، بداو تيقولوا ويلي دابا كيفاش حنا نتخايلوا. وهذه القضيه علاش قلت لك جو في لو ليان افيك الهضره ديال وليد الركراكي الكوتش ناسيونال، لان وليد الركراكي شو قال لهم؟ حلموا، قال لهم سي تان غير. شنو قال وليد الركراكي للمغاربه؟ قال لهم تحلموا، نحلموا حلموا كامل. بوركوا ما كنحلموش؟ اي نون سولمون تعلموا نحلموا، نهزوا لا باغ الاحلام. دونك دار في صحابو، قال لهم ويلي، المهم قال لهم دابا انا رجعت خليفه طلبوا لي. دار فيه واحد في صحابو، هذا كان الى ابديك، قال له شنو كتطلب لي؟ قال له كنطلب لك قصر منيف، حدائق غنامه،
خيول اصيله بزاف ديال لي شيفو مرسيدس بحال ان كراج، وكان طلب لك 1 مليون دورو على ليبوك ولا 1 مليون دو دولار. قال له مرحبا جاتك، انا رجع خليفه تجي جاك. ظرف الثاني قال له انت، قال له ويلي، قال له بخالك ترجع خليفه؟ قال له صاحبي هضر. قال له لاش تعطيني انت خليفه؟ انا عيط لك الساعه العسكر ديالك قول لهم يركبوني فوق شي حمار بالمقلوب بحال كان فيديو في فاس الهبال شحال هذه، ودورني في الدروبه ديال غرناطه وقول لهم بيع بيا، قول لهم هذا احمق، ونبقى انا قول لهم انا حماقيت، انا حماقيت. ومشات هذه الهضره وجات، ومشى هذا الكلام هذا. وهنا سبحان الله العظيم تنقول لهم اخاي علي، فاش كنت هاد لا كونفيرونس كنت صوبتها ملي كنا مشينا لدبي انا وهدى، ودابا عاوتاني جو فيلو ليان فاش مشينا لقطر، فاش مشينا لدبي ومشينا اون فيزيتي داك البرج خليفه، ياك برج خليفه لو بلو كرون برج، لو بلو كرون غرات سيال، اكبر جل تعرف دبي، اكبر جامع، اكبر لبدات الصلاه، اكبر كل شيء عندهم اكبر، لو بلو كرون اوتيل اوسي سي تو فو ما شيري. مي سي كي ما امبرسيوني اخويا علي ملي كنا كنزورو برج خليفه، سي با برج خليفه اون لوي ميم، parce que les gens étaient impressionnés à faire le plus grand nombre de lampes d'électricité, même des chiens à Kamarhaj, les grands corps du monde, Kamlin. Moi, ce qui m'avait impressionné, c'est la pancarte qui est كاتبين على برج خليفه. هي لا مكان لكلمه مستحيل ومهما كبرت التحديات فان قوه الايمان والعزيمه والمثابره كفيله بالتغلب عليها. وشنو كاتبين في قاموس، في قاموس القاده dans le jargon des leaders. كلمه مستحيل وهذا الكلمه وهذا الشيء هذا كله سي اون ليان افيك سكي لا في ليكيب ناسيونال دابا. سي بور سا كو جي دي اون في سيت كونفيرونس. ولكن اصبر وي لا مجال لكلمه مستحيل، ولكن عجبتني لا ديرنيغ بارتي دو لا فراز العزيمه وي الايمان لا فولونتي وي الايمان وي العزيمه والمثابره وي c'est-à-dire la foi, la volonté et la persévérance. Oui, oui. Parce que d'abord, je ne sais pas ce que tu dis, je ne sais pas ce que tu dis. Tu dis que tu dis une nia. C'est la plus grande erreur que tu dis à l'enfant. Dernièrement, j'étais en dialogue avec un ami à moi qui l'a reconnu. On a dit à l'enfant de Cartésien. Parce que nous n'avons pas de l'enfant. Nous avons la clé de la force de l'homme de l'islam. Qu'est-ce que c'est يا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول حاجة أول فورس عندنا حنا المسلمين سي لانفيزيبل، داك الغيب سي با اون فيبلاس سي با دي غيف مي وعندهم مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. حيت دابا كيس كي سو باس أخويا علي، بوكو دو جون اون اونتون بوكو بارلي دو ديبرسيون، بوكو دو جون اون بارل دو ديبرسيون. Et ça me fait mal. Pourquoi la dépression? Si vous le savez, tout ce qui est de la dépression à Siflan. Quand la dépression, il ne voit que le noir. Il ne voit pas de solution. Il ne voit aucune issue. Et c'est là où doit intervenir Hanaya. Il n'y a pas de marbina, je voulais dire notre rabbi Baniya, qui décide d'Ibrahim. Mais qu'il n'y a pas de marbina, quand on voit un homme d'Abba, ou qu'on a dit, écoute là, je nous décide d'Ibrahim. Ou là, je nous décide d'Ibrahim, c'est dit Ali. Mais tu veux le dire. قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي عند بيتك ربنا ليقيموا الصلاة. شنو دار؟ هز ولده وهز مراته ودار الخلا والقفار. علاش؟ باش يعلموا كاين الله، وخلاه ما عنده والو، ما عنده ماكله، ما عنده شراب، ما عنده حتى شي حاجه. كان عنده ماشي اليقين ان الله ما غير. وداك الولد تربى في اليقين من توت ليستواغ، توت ليستواغ ديال 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 الاسلام ودلا ريليجيون جات مبنيه على هذا الغيب. ان ذاك الوليد ما عنده ما ياكل، يما ما عنده ما ترضع، ضرب جا جبريل حلو هذيك كطلع للصفا كطلع للمروه ما عندها والو، وربي دار. وهذا هو اللي ما ربيناش عليه ولادنا، ما ربيناش. سي بور سا كون باغ بوكو دو ديبرسيون. ربينا ان هوم دافير كي تري كومبيتون كي دو تري غران ديبلوم، ملي كيوقع له لو بروميي بروبليم اللي ما عندوش لا سوليسيون كارتيزيان اش تيدير؟ كيطلع سيزيام ايطاج يقتل راسو، حيت ما ربيناش عنده وعنده مفاتيح الغيب. اول حاجه كتبان له تقول انا دابا تزيرت خصني نمشي ناخذ كريدي، وقبل ما تاخذ كريدي خمم بان كاين الله، طلب الله بعدا ربي يمكن له يدير لك شي طريق حلال بلا ما تزير راسك بلا ما تتقج. ورانا نديرو بوز دابا. واخا وعطينا ليستواغ ديال هاد ابو عامر محمد بن ابي عامر. ابي عامر قلت لك شنو دابا ملي حلم كونتي لا غيفي كيس كي سي باسي
بون ديجا بعد من يحلم خصنا نتفكروا شنو قالت مكنتهم، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. حنا كنحلموكم اوبجيكتيف مي ابخي لا كنضربوا هو الحلم، الحلم كيبقى حلم الا ما درتيلوش، الا ما قننتيش، الا قننتيه عاد كيولي ان اوبجيكتيف. ها. دونك قلنا مقصر هو وصحابه، قال لهم انا بغيت نرجع خليفه. واحد مشى معاه في السون ديالو قال له انا بغيت، بغيت قال له جاتك نرجع خليفه. الثاني قال له لا رجعت خليفه انا راني حماق تركبني بالمقلب وديك. ويمكن هذيك هي لا سورس دو موتيفاسيون ديالو. بدأتخ بدأتخ بدأت بدأت فاسون دو ميك تي موتيفي باسكو مني هما بقاو قصارين فرحانين تضحكوا بحال نعسوا صحابو نعسوا وما نعاش وبيت تيخمم تيقول اطون انا راني ما كنتفلاش انا راني باغي نرجع خليفه انا خصني لا بدا ولا بدا نرجع خليفه كي غادي ندير لها لي كومبيتونس سون ليميتي انا حمار جي اون فورس فيزيك هي اللي عندي سي تو سي ما كومبيتونس وبغيت نرجع خليفه شنو يمكن لي ندير قال انا اقرب طريق باش نرجع خليفه وباش نرجع خليف هو نمشي ندير السيكل البوليس سا دوموند دو لا فورس Ça demande de la présence, ça demande de la jugeote. Et moi, j'ai tout ça. Mais je n'ai pas beaucoup, beaucoup de bagages. Oui, là, je suis un peu plus grand. Je suis un peu Donc, c'est l'objectif. Donc, là, je veux toujours parler de l'objectif. Mouhima. Driss, tu peux arrêter, s'il te plaît. Je t'aime. Donc, là, je veux dire l'objectif. Il faut avoir des objectifs dans la vie. Mais aussi, ce que je veux vous dire, et ce qu'on doit apprendre à nos enfants, à nous tous. Hayat عندها واحد le schéma de vie. On a dit ma تنسمي هاد la conférence ça s'appelle en fait OZAK. Objectif, il y a O. S stratégie, A c'est action, C c'est contrôle, il y a OZAK. Qu'est-ce que ça veut dire OZAK? Dans la vie, il faut toujours avoir un objectif. Il m'a عندي objectif, ça c'est des objectifs, ça ندخل l'objectif جديد. C'est هاد محمد نبي عمي قال لوبجيكتيف انا نرجع بوليتي دابا غادي يدير لا استراتيجي ديالو خصني ديما تكون عندي استراتيجي لا لوبجيكتيف ماشي يرجع بوليتي لا رجع خليفه برضه الله يرضي عليك لوبجيكتيف يرجع خليفه برافو عليك هو التوب برافو عليك التوب ديال ديال البيراميد ديالو كيفاش غادي كيفاش هو ميتر اون ابليكاسيون دو ريف لي هو شنو دار هو شنو دار هو اللي دار واحد القضيه عجيبه هو قلت لك خدم لا كومبيتونس ديالو عنده الصحه وعنده لا جوجوب دخل يخدم في السيكل ديال البوليس بدا من الزيرو هنا عاوتاني ان بوان تري امبورطون حنا ما كنعرفوش نبداو من الزيرو انا دابا تنتفكر ذاك النهار تيقول لي شي واحد كي درتي رجعتي خطيب جمعه tu sais que je suis passé par toutes les étapes de la mosquée Ali tu sais que دنت وصليت بالناس الى معاديه وعاد خطبت الجمعة وخطبت اون طون كانترميديير رومبلاسون سيتادير كو il faut apprendre à de la progressivité في la vie chose que nos enfants n'acceptent pas ولدك تيتخرج عنده باك بلوس دي تيخصو يرجع بريزيدون دو سوسيتي الدقة الأولى ما تيمكنش دابا 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 بحال دابا ناخذوا اكزامبل دابا بحال دابا مريم elle gère une société de ديال الكونفكسيون مثلا بلاتي واش elle ne maîtrise pas toutes les chaînes Il y a que tu maîtrises toutes les chaînes. Tu maîtrises ou tu ne maîtrises pas. Comment, pourquoi? Comme ça, il n'y a pas de rôle. C'est le leader, le chef. Mais quand elle va partir parler, elle dit qu'il y a que tu le دونك هاد 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 ليش لونمون في لا استراتيجي ديالنا خصنا نتعلموه هذاك دخل الشركه الشرطه بدا شرطي عادي بقى تيخدم مزيان دوز كونكور طلع بريغادي بقى تيطلع وقبل ما نقول لك فين وصل بغيت نوقف على هاد اوبجيكتيف استراتيجي في الحياه خصها تكون عندنا اون استراتيجي كاينه اون استراتيجي ستاندار في الحياه استراتيجي ستاندار خصها تكون عندك ستاندار في الحياه ديالك تكون مثلا انسان لي كومبيتونس خصهم يكونوا عندك تكون كتفيق بكري كتفيق بكري نورمال بغيتي تطلع شي حاجه تكون شي حاجه خارقه للعاده خصو تكون تفيق بكري ضيع وقتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بورك لامتي في بكوريا تكون كتضبط الوقت ديالك ان الصلاه كانت على المملكه كتابا موقوتا انت عندك مضبوط عطيتي الكلمه ديالي انا شنو درنا انا وياك اليوم درنا ثلاثه
هادي خلط عليا نديرو البريفينغ لا كونفيرونس، درنا السبعه ونتلاقاو هنايا، صلينا العشاء، داكشي مضبوط ستيريوتيبي، ما كاينش التفليه، ما كاينش العبات. خليك ليلي، انا حاجه واحده اخرى اليوم في لا استراتيجي، ها ضايع ما كاينش، ما كاينش ضايع الوقت. اون في بوكو دو شوز على فوا، كنجلسوا حنا دابا جالسين كنسحب حدانا الوليدات تيشوفوا حدانا عيالاتنا، كنديروا كل شيء، الوقت ما كيضيعش، اون امورتي تو. لا دوزيام دي شوز اللي كاينه في لا استراتيجي، وانا كاين بلان دو كومبيتونس، جانسيست سور لو طون. جانسيست سور هذه ما تهضرنا عليها انا وهدى، واحد لا كومبيتونس خطيره خصنا نتعلموها اللي قتلتنا، سي لورغوي. لورغوي يا خويا علي سي ان طار، سي اون مالادي اللي قتلتنا، الكبر. ما كنبغيوش نتعلموا، اللي متكبر ما عمره ما كيتعلم، اللي متكبر ما عمره ما كيافونسي، اللي متكبر باسكو كومون تي با ابخونس مون باش تفير ابخونس ما غاديش. شي واحد قال لي مشيت عمره قال لي ما دعيتيش معايا، قلت له طلب صافي ندعي معاك، قال لي تواضع وقول لي الو سيت دبري حاجه ودعي معايا. اللي تفكرنا تفكرنا، واللي ما تفكرناش واخداك واش فهمتي شنو بغيت نقول لك. دونك واحد المصيبه كبيره قتل الامه، رجع عنا بوكو دورغوي. ليغو هلكنا، ليغو هلك الراجل مع مراته، هلك لي ولاد مع لي بارون، هلك الناس في الخدمه. والناس فهموا دابا لي باغمي لي غروند كومبيتونس اللي تيخدموا دابا لي شيف دو سوسيتي ولي شيف دونتربريز، سي لومينيتي. اي تو اب تري بيان رماركي، راه كانوا دو، شوف راه دو زونترينور كانوا عند المغربي، هذاك خليلوجيتش وهذا المغربي، هذا عنده لا كومبيتونس ديال التواضع، كيفاش يهضر معاهم، كيفاش الاخر كان تيحسب راسو اونترينور، ما عرفش هو دا عنده لي كومبيتونس، عنده لي كومبيتونس خليلوفيتش، ولكن ما عندوش التواضع، وهذاك التواضع باش سود الدراري، كي كومبيتونس انورم. دونك ما يمكنلكش تكون، ما يمكنلكش تتعاشر مع الناس وانت ما عندكش التواضع، انت تعاودوا تسمح لهم تو باردون. دونك وهادو كلهم سي فوندامونتال، قلنا التواضع لو باردون لا ميتريز دو طون. C'est comme ça qu'on peut avancer. Les jeunes d'aujourd'hui, oui. Ils ont peur de l'échec. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Oh, Anna, s'il y a quelque chose que... Alors que... Parce que déjà, en tant qu'enseignant, qu'encadrant et que parent, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, comment encadrer nos enfants à l'échec. Comment tu le gères? Quand il arrive à la maison, les petits j'ai une mauvaise note. Comment je gère? Est-ce que je fais un calvaire? Quand vous l'avez dans une cassou là ou autre, ou même maman tu connais le calina, ou maman qui m'a dit, maman qui m'a dit, ou là, tu vas aller chez un petit. Laisse-moi. Hâte le work à dire que tu l'as fait à la chaleur. Je ne dis pas un bilan. Qu'est-ce qui marche pas? On va travailler les points de faiblesse d'hier. Ou est-ce que tu sais que tu l'as dit? Je ne dis pas un bilan. Qu'est-ce qui marche pas? On va travailler les points de faiblesse d'hier. Ou est-ce que tu sais que tu l'as dit? Est-ce qu'il t'est arrivé un moment de te dire merde, j'aurais pu faire mieux? Quand les noms, quand la femme. Qui m'a dit qu'on la note? Bravo. L'effort. On juge l'effort. On juge l'effort. Parce que d'abord, nous, les gens ne sont pas responsables. D'ailleurs, les échecs, les joueurs, les challenges, parce qu'il n'est pas responsable. Mais nous, avec l'esprit de responsabilité. Donc, l'échec, nous n'avons pas d'échec dans l'islam. Nous n'avons pas d'échec. 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 Non. C'est... Qu'est-ce qu'il fait de l'Allah? Tu es Dieu. Qui dit qu'il y a une bêta, qui est là, qui est prêt à entretenir, il n'a aucune visibilité. Mais il n'a aucune visibilité. Il peut être là, il n'a pas de l'âge. Ou il n'a pas de l'âge. Ça ne veut pas dire que le bébé est brèche. Ça veut dire que ce qui est amélioré la qualité de son travail et de son labeur. Et quand on va apprendre à nos enfants, et apprendre que je fais tous les moyens. D'ailleurs, d'abord, nous avons le métier de la chouïa Ali. Mais on a l'obligation du résultat, on a l'obligation des moyens. شنو هما الادوات والاسباب اللي انا خديت باش ننجح واحد العمليه اللي كنقول لهم بحال دابا عمليه مشاو سولوا واحد الطبيب قالوا له كيس كي كومون سا تفي كو نتايا ما عمرك ما خسرتك شي عمليه قال لهم حيت انا عندي ان بروتوكول واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعود عشره جو لو سويس اغيوس دي ان بلوس كال دي دو فوقاش هادي سقط داك العمليه مي كيبغي يزيد من كاسو انت
تيقولوا هذه بلاش، اجي نزول هاد ليطاب هذه، اه هذه دابا لانستيزي بلاش، اجي نزول هاد ليطاب، تيزقلها. كيف اسكو جو تدير؟ دونك كاين بروتوكول، كاين استراتيجي في الحياه. كاين الواحد غير من الله لا بطبيعه الحال، لا لا انا فيها هذه، مي انا شوف باش انا معمري ما ندم تناخذ بالاسباب اللي عندك. كان ديك اللي عليا تنسول، هتقول لي ولدي ما تعرفش هذا الشيء، فاسال به خبيره، ولدي كاين كنتم لا تعلمون، بوز دي كيستيون ا غوش ا دغوات، مو جو تون كادر، حنا دابا دابا حنا وليداتنا، كيسكو لوغ في؟ اون في ان بارتاج دو كونيسونس، اون في ان انكادرمون. سي تو سكو في حنا وليداتنا ماشي كان كان اوني لا بوغ لي بروتاليزي سي سي بوغ سا كليا دي زيشيك في لا فورماسيون ديالنا سي بوغ سا باسكو اون سو كونسونتر سور لو ريزولتا الوغ كو نورمالمون سي اون ابرون ا كابيتاليزي ليشيك راه وليداتنا يقولوا علاش باسكو سي كوا ليشيك سي كوا ليكسبيريونس سي اون ملتيتود ديشيك الاولى الثانيه الثالثه وعشره غراس لي زيشيك لي ميكرو مي بيان سور سيل با سيل با لي كابيتاليزي سي ان كو جي با كابيتاليزي ني جي با لو فريستري مي با فينير عندي بنتي جو سي با طلق حد طلقت سي با ني سي با ني سي اون سي اون موفيز اكسبيريونس اجي بنتي طلقنا شنو وقع كيس كي سي باسي شنو هما لي زيرور اللي درتي شنو هما اللي كنت نديرو لا لا ميم شوز في القرايه بوركو تي نابا ريوسي شنو هو لي فيبلس اللي عندك شنو هو لي مونكا كومبلي بوركو اه عندك لاجيبر ناقص شوف النجاح ماشي توفيق الله بوحدو شوف الله يرضي عليكم سي تري امبورتون كنقرا هذيك النجاح توفيق من الله نعم هو توفيق من الله ولكن امرنا ان ناخذ بالاسباب راه ما تيمكنش نافونسي ولا بقينا نخمو هكا ما بقيناش نافونسي الكمال لله الكمال لله نعم ولكن امرنا ان ناخذ بالاسباب ما يمكنش مي حنا جايين القرب من الله كما اون فال انتربريتي لا مير دو ديو اي توجور لا الغيب اين لا مي خصني ندير اللي عليا ما يمكنش ما نديكش اللي عليا ونقول دابا نزل عليا الوحي بحال اللي الاخر قالوا داخل يقرا قلت له تقرا ايات الكرسي وقرا المعوذتين وخصو يكون مجدد ايات الكرسي والمعوذتين لاش باش ما يبلوكيش وتكون ربك اذا ناسي لا نسى شي حاجه تشتها اما ما يخدم ما يدير حتى شي حاجه ويقول انني ينزل عليا الوحي الوحي ما كينزلش الوحي ينزل على الانبياء والمرسلين اما حنا البشر لا ما نخدموا ما بريباريش هادشي دابا اللي وصل للكيب ناسيونال واش ما بريباروش سي انورمون دو ترافار بيان سور انا علاش كنت كندعي علاش كنقول ملي كندعي كندعي تنقول اخويا علي يا ربي ما يتفتنوش يا ربي ثبتهم يا ربي خليهم مركزين باش يطبقوا الخطه ديال لونترينور يا ربي ماشي تقول له يا ربي جاي نسمع الملائكه حتى في بدر عادي الناس ما فاهمينش حيت دابا كاين شي ناس مسلمين وما فاهمينش الدين مزيان ما فاهمينش علاقه مع الله نهار ديال بدر نزلت الملائكه انا ما عرفتش حيت كان الثالثه ربعوا المسلمين عاد بداو يبانوا لهم دي سامبتون بان ربي راه كان معاهم ولكن هو اللي ضرب على كتافه 300 400 900 بالاسباب ما كاينش انا ربي نزل الملائكه بقاو انا نقول انا البارح بديت نصلي دابا نزل عليا الملائكه يعاونوني لا هذوك ربي تيدير لك الطريق تيديك العون ولكن الا ما خدتش الاسباب ولا ما ولا ما ولا ما درتيش تماره عمرها ما تكون كاينه دونك قلنا الا تعلمنا هاد لو برينسيپ ديال اوزاك اوبجيكتيف استراتيجي لا كونيكسيون ديالي انا 4 جي واش ما كتسمعونيش مزيان انا نورمال جي بيان كونيكتي كيتقطع تما كتي Est-ce que vous m'entendez pas? Parce que c'est très intéressant, je ne veux pas qu'on le... Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que le principe de l'OSAC, objectif, stratégie, je rentre en action. Je rentre en action. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait... نرجعوا لقسانيه محمد بن ابي عامر محمد بن ابي عامر دخل البوليس بقى تيطلع دو سا ستراتيجي بقى كيطلع تيطلع تيطلع ترجع رئيس الشرطه ديال العاصمه كوردوبا لو باترون دي بوليسي ديال كوردوبا اي سي لا وداك اللعيبه اللي قال سي وليد الركراكي ديال النيه لا مان دو ديو هنا فين تدخل منين انت كتاخذ بالاسباب ملي كتضرب تماره
ربي تيعاونك كتضرب في البارا هذه هي النيه هذه اللي بغينا ولادنا الف لام ميم دار كتاب الله ودار متغلي ومنا باليوم ولا بالغيب هذا هو الغيب اللي بغيت ندخل ولدي في دماغه الغيب ماشي هو العجز ماشي هو نبقى جالس ناعس وتنقول دابا نزل عليا ان السماء لا تنطق دابا في الظل الغيب هو لا بويسونس دو ديو اوزاك وي سي اوزاك اوبجيكتيف استراتيجي اكسيون كونترول هاد 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 هاد, هاد لا مان دو ديو هو دا محمد بن ابي عامر بقى تيخدم رجع الرئيس ديال الشرطه ديال قرطبه الى لا مان دو ديو في انترفونير لا شنو هادي وقع هادي موت الخليفه ديال الاندلس ولي العهد هو هشام المؤيد بالله الى 10 ان بو با غوفيرن ما يمكنلوش يحكم شنو داروا بنو اميه بنو اميه صدروا واحد القرار لا بد من وصي شنو سميتي على ليجونس لا دو ريجونس دو ريجونس بنو اميه داروا ان كونسي دو ريجونس وقالوا دابا اللي هادي يدبر الامور ديال الدوله خصو ما يكونش منا شنو اختاروا اختاروا وزير الدوله محمد المصحافي واختاروا رئيس الجيش عبد الله بن ابي غالب ورئيس الشرطه محمد بن ابي عامر داروا ان كونساي دو ريجونس في 3 بيرسون وزير الدوله محمد المصحافي رئيس الجيش عبد الله بن ابي غالب ورئيس الشرطه صاحب محمد هو محمد بن ابي عامر صاحبنا ها هو دابا لو كونساي دو ريجونس او مزعود لا مان دو ديو هي دي مع محمد بن ابي عامر شنو وقع هذاك وزير الدوله محمد المصحافي تصب شفار شنو داروا دخلوه للحبس بقى شكون عنده لو كونكورون ديالو عبد الله بن ابي غالب ناضت واحد الحرب ما بين محمد بن ابي عامر ورئيس الجيش شكون اللي غلب فيها محمد بن ابي عامر الا ان غير لان هذاك عنده انافي ولا غير عنده انافي تسالى معاه بقى رئيس الشرطه اللي هو محمد بن ابي عامر هو لو غوفرنور دو لا فيل وهو شنو دار داك الساعه هنا كيتسمى الحاجب المنصور حجب هشام المؤيد بالله عن الحكم داروا في القصر هز انه مازال مينور مازال مينور هز الفلوس كلهم ديال الدوله داروها في القصر ديال ديالو زولوا لي كاشي طوابع وقال له الي تانتيغدي باش يتلاقى مع اي واحد وقلنا هنا بهاد لي تخواز اكسيون تسمى الحاجب المنصور محمد بن ابي عامر هو الحاجب المنصور اللي بغى يقرا ليستوار دو لاندالوس في لو 10 سيكل دونك لو 10 في لو 10 سيكل هو لو 4 ايجير نفس ايكل دونك قلنا خلى المؤيد بالله في القصر زول له الطوابع زول له الفلوس خلاه ما 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 محزور ولكن ماشي مع الي با انكور ابت الي با اكزاكتومون وهنا سبحان الله العظيم تيجي واحد لو بوين تري امبورطون قلتو القبيلة خويا علي هو لي زوبجيكتيف هاد السيد اللي هو محمد بن ابي عامر الى بوسي لو بوشون اي نسي با كونتونتي دو دوفينيغ خليف لا هنا بغيت الوليداتنا وحنا كنا نتعلموا كيتسمى النفس التواقه داك 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 ليسبري دو غانيور دو غانيون ما بغيناش حنا المغاربه قالوا دابا شحال المغربي تيقولوا بركه علينا حنا وصلنا البرتغال لا تكون داك النفس التواقع حنا غادي نربحوا البرتغال هكذا خصنا نخمو ان شاء الله نعم عندنا توت لي موي باش نربحوا البرتغال سي كوم سا كو لينيرجي بوزيتيف فا سو بروباجي انا غادي ندير علاش انا البرتغال عندهم جوج درجلين عندهم دماغ عندي دماغ عندي انا اكثر من هادشي كان عندي لا مان دو ديو معايا عندي التأييد الرباني الا كنت انا مستعد ولا كنت موجد راسي هكا خصنا نهضروا لهنا النهار السبت هذا هو ليسبري كي دو غينيي لان حتى محمد بن ابي عامر كانت عنده نفس التواقه نفس التواقه هي اللي كانت عند عمر بن عبد العزيز تتعجبني هذه ليستوار د عمر بن عبد العزيز تيعودوا ان عمر بن عبد العزيز ملي كان ولد الفشوش مازال ما رجعش خليفه صافط داك سميتو واحد الوزير كان عنده نسيت سميتو صافطو يتسخر له جاب له انتوسي بشي مليون د الفرنك قال له كي جاك قال له زوين ولكن خاص ديمين ديغام ومن بعد ملي رجع خليفه ورجعت عنده لا ريسبونسابيلتي صافطو يشري له واحد الثوب جابوا له قال له بشحال قال له شريته لك بشي 100 ديغام قال له زوين ولكن غالي جاوا هذاك الوزير ديالو بدا تيبكي قال له ما يبكيك يا رجاء كان سميتو رجاء قال له ما يبكيك يا رجاء
قال له كنتفكر سبحان الله العظيم مني كنتي ولد الفشوش ومازال ما خليفه، شريت كتب بمليون وقلتي لي زوين ولكن رخيص، ودابا اللي رجعت عندك لا ريسبونسابيلتي قلتي لي زوين ولكن غالي. وسمع شنو قال له، قال له يا رجاء انا عندي نفس السواقه، جي ان اسبري دو غانيور اي دو غانيون. قال له انا كانت عندي كنت خليفه ديال المسلمين في المدينه، وكانت عندي نفس السواقه نرجع والي 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 الخليفه ديال المسلمين ورجعت، وكانت عندي نفس السواقه نتزوج فاطمه بنت عمي وتزوجت بها. قال له دابا شوف الناس اللي فهموا، دابا ملي خديت لا ريسبونسابيلتي ما بقى عندي حتى شي غرض بشي حاجه، اتوق الى الجنه، بغيت نوصل للجنه الفردوس الاعلى، لان في التالي كل شيء هذا الشيء هذه فنا، والدنيا كلها هذه التسالي، الا اذا مات ابن ادم انقطع ماله الا من ثلاث، ولد صالح يدعو له، صدقه جاريه، علم ينتفع به. وهذا الكلام هذا هو اللي الى موتيفي و ايتي لو ستيمولي ديال محمد بن ابي عامر، اللي نو سي با كونتونتي دو دوفونيغ خليفه، لا بدا كيخدم على لي فالور. Vous savez qu'à l'époque de Mohammed ibn Abi Amir, tous les enseignants du monde ils s'importaient l'Andalus. Ils ont été élevés par l'ilm, ils ont été élevés par l'ulama. Ils ont été élevés par les gens qui ont été élevés par les gens. Ils ont été élevés par tous les pays du monde, l'Andalus, la Granata, parce que ils ont été élevés par l'ulama. Ils ont été élevés par l'ilm. Ils ont été élevés par tous les pays autour de lui. Ils ont été élevés par les savants, اللي عندكم باش يجيو لعندي ويعطيوني العلم. والحاجه الثالثه شنو داك اللي تري انتيليجون، ما نهضش ما تخاف في الحرب. قال انا ما عنديش لا فورس ديال لوروب، انا ما عنديش لا بويسونس ديال لوروب. غادي نجبد على راسي الصداع. بقى تيخدم في السكات، بقى خدام ديسكريسيون، بقى خدام في لو سيلونس حتى النهار اللي دار القوه ودار لا فورس وداك واحد لا غراند غير، سي لا غير دو ليون معروفه اللي ربح فيها واللي الى ريكوبيري الاندلس. سكو جو فو دير دابري سيت هيستوار لا اسيدي علي، اي سا سي فوندامونتال، سي كو لا ريليجيون ديالنا اللي هي الدين الاسلام، سي هو الدين دو لا فولونتي. الله سبحانه وتعالى قلنا يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. شوف ربي شنو قالنا، تقلتم وزيت لوغ، تقلتم هي الولد ما تيرضاش يخرج يخدم، أمه كتمشي تضرب الجفافة وتضرب تمارة هو جالس في الدار ما راضيش يخدم شي خدمة، تيقول لك لا أنا خصني نخدم في الستيلو، ولا تيخصو لا بدا الخدمة ديالو اللي يقرا فيها، ولا لا بدا تيخصك توقف معاه بالصبر. دابا أنا تقول له ما عباد الله عرفتي شحال من واحد تعيط لي تقول لي دبر لي على خدمه، وشحال من واحد دبرتو على الخدمه وعدفني جره لانه ما جلسش حتى نهار في الخدمه، لان تيسحب ولي يدخل يخدم هادي داك المعلم ديالو يوفخيغ لو سالير. ان باترون نوفخ جامي لو سالير، تي دوا لو ميريتي، خصك تنوض في الصباح وتجي وتضرب تمانه ويكون اونتوزياست وباغي يخدم. الوغ كو حنا مالوغوزمون تربى واحد الجيل معكاز، واحد الجيل يرضى على نفسه، جيل تيرضى مو عندها 60 عام تمشي تضرب الجفافه مسكينه وزي با دمال يا اوكان مال، ولا تمشي مسكينه دوبلي لي زور هو جالس كيضرب المنخار جالس ناعس. حشومه ونقولوا الخدمه ما كايناش، الخدمه اقسم بالله الا كاينه. صحابي تو لي غران باترون تيقول لك راه ما كاينش الخدام، والله ما كاين الخدام، الخدام ما كرهش تعطيه الصالير دير له فيرمون يبقى ناعس في الدار. ما يمكنش عباد الله، ما يمكنش، خصنا نخدموا. الدين ديالنا دين الخدمه، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. هادشي اللي من قالوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. يا يحيى خويا يعطيك الرضا، شنو قال له يا يعطي جو تام اخويا علي، يا يحيى خذ الكتاب بقوه، انت باش يحفظ القران؟ قال له يا يحيى خذ الكتاب بقوه، لا فورس فيزيك، لا فورس مونتال، لونغاجمون، لا فولونتي، لا بيرسيفيرونس، ما تيمكنش عباد الله. Mais bien sûr, mais on ne peut pas arriver. D'abord, les gens, quand ils arrivent, ils disent, tu sais, le docteur Sarah, il est là, tu sais, ton obéi là, tu sais, le Qatar. Je vois, il y a un hamak, le hamak, le ghsab, le travail derrière. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce qu'il y a. Mais c'est avec beaucoup d'amour. Parce que le travail, c'est un bonheur.
كون تي فوا لو ريزولتا سبحان الله العظيم اللي كتشوف وكترجع عندك داك النفس التواقه كيرجع عندك داك لونفي دونفي دالي دو لافون اي سي تري امبورطون. دابا الحاج بالمنصور مالو صحابو مالو ما بغيتش نسال الحاج بالمنصور كاين شي خبر عليهم؟ الحاج بالمنصور خليتي تلقى بهم من بعد شافهم الحاج بالمنصور كوم تو لي غران كوم تو لي ليدر ان جور اي تي دون كان في المجمع ديالو اي تي دون زون دون سا ريونيون اي دون سا سون كونسي دادمينستراسيون ولا سون كونسي دو غوفرنمون وي تفكرهم قال له واحد جوج صحابي ما تمشيوليش موراهم سيروا قلبوا عليهم فين لقاوهم في نظرك اخويا يعني. مازال بلاصتهم برافو عليك مازال داكشي ديالهم هو في البيت القديم في التله القديمه في قرطبه بحال تنقول لهم شي واحد تعرفوه كيف خليتي هذه 20 عام كيف لقيتي ريان اتونجي زيرو غير زيرو امبيسيون ها باز ما كاينين موجود ماكشي هو ستوندار ستوندار هو هذا اوكان غيف اوكان انفي اوكان انجاجمون اوكان انفوم صافت موراهم جابوه السلام عليكم دخلوا قالوا له ما نسيتيناش قلت لهم ولاد الحرام اللي كينساو الملحه قلنا الملحه قال له ملي قال له ما نسيتيناش تاخر زعما عليه قال له مازال عاقل باش واحد سيني رجعتي خليفه قال له مازال عاقل طلب شنو طلبتي قال له طلبت حدائق غنامه قال له عطيوه الفيرمه زيد قال له طلبت قصر ماشيل قال له عطيوه فاني سكون زيد قال له طلبت خيول اصيله قال له عطيوه العودان قال له زيد قال له طلبت لك 100,000 دينار ذهبي قال له عطيه يستاهل قال له زيد قال له صافي قال له كان زدتي نزول لك كل شيء العجيب هو الاخر قال له وانت شنو طلبتي قال له الله ودي يا شريف رخص على قال له الله ودي ما تنساش العشره قلتي ما نسيتيش العشره ما تنسيتيش المحبه ما نسيتيش قال له لا قل لي شنو طلبتي قال له والله نسيت انا بعدا قال له انا ما نسيتش قال له جيبوا الحمار وركبوه فوق منه بالمقلوب ولبسوه حوايجو مقلوبين وخرجوه يدور في الدروبه د غرناطه علاش اخويا علي مشيت تشفى فيه علاش في نظركم لا ليعلم أن الله على كل شيء قدير الله. نعم هنا فين تدخل باش بدينا الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى اللي رد محمد بن أبي عامر خليفة واللي رد هذا الوليد اللي هو وليد الركراكي ان انفون دون فامي تري سامبل موديست ان انترينور كي رونتري في ليستوار ودخل التاريخ ديال المغرب وتخرج العرب Il est capable de te rendre toi aussi le sommet. Il suffit d'y croire, d'avoir la volonté, d'avoir des nia. Des nia, il dit Ali Walid parce qu'il est francisant. Il y a le ghaib, il y a la main de Dieu. Il y a tarbaniyat. Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont pas éduqué leur enfant. Les nashabom, c'est du rêve, c'est de l'utopie. Ce n'est pas du rêve. C'est la main de Dieu. Wa indahu mafati'u al-ghaib la ya'lamuha illa hu. Il y a, ملي تشوف ربي, hein? درنية هي اللي تيش و اكزاكتومون و دابا وليد الكركي قال له هدى هو فرونسيزون الى 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 غادي يدير النيه هذه لا فاصون سي سكيل فو دير اون دي لا ميم شوز حنا وليد الكركي اون ترادوي سي لا مان دو ديو سي نربي وليداتنا وعنده مفاتيح الغيب اللي علم له نربيه باش تربينا حنا تنقول لهم بوكو سان في مال علاش الجيل ديالنا ما تيقدرش يربي ولادو دابا يصوب الله علاش علاش ما عندناش حنا دابا يصوب الله علاش اون في تو باش لو رياليزي مي لاسي لو لاسباس دو ريفي مي نو نو دو دي با تو ا فوز انفون هاد الولد هذا ملي كتشري له طوموبيله هو تيقرا ب 40 و 50 مليون واخا عندك لي موان شنو بقى له هو ما يدير شنو هادي يحلم مي لاسي لو طون دو ريفي دو فير لي فور دو ليفي لا بار دالي دو لافون اي سي تري امبورطون شوف توت لي بيرسون اخويا علي تقبيه اقسم بالله اللي كنعرفو ما رباوش ولادهم على الغيب ما رباوش ولادهم على الله وعلى لا مان دو ديو اقسم بالله لم كرفصين دابا تيقول اكثر من ثلاثه ولا اربعه ولا اكثر تيقول لك ولدي ارتي سي زيتود بوركوا ايل ديبريم ولدي ما عجباتوش الخدمه ايل ديبريم انا كنبغي نحماق ملي كنسمع هاد ايل ديبريم سي فري كو لا ديبريسيون سي اون مالادي جون ريان يا با دو سوسي مي سي با بوسيبل كون ديبريم كون اون سي كون ا ان ديو افيك نو كون بي با ديبريمي عرفتي قالك الحياه ديالك كتبدل حق الله العظيم اللي حي شتي ملي تربي ولدك على الف لام ميم بلاد وانا قلت لك اصاحبي انا غادي صفر كلها عندي جوج شوف اقسم لك بالله خي عالي الى 11 ليله يلاه كان عندي لا فيزيت دو دوي فين نباتهم الاولين في قطر اقسم بالله دو دوي الاولى بغينا ناخذ لو غيست ويا مي اوكين فيزيبيليتي مي اشاك فوا وهنا عاوتاني هنا لا بون كومباني
هنا داك الصحبه الصالحه اشاك فوا تنقول له داك كنديرو، كتقول لي دابا صوب الله، اقسم بالله انت صوب الله، صوب الله مشينا للمدينه جاب لنا الله احسن اسكورت، واخا كان صفت لنا لومباسادور احسن اسكورت، اسكورتاتنا سارتنا بنيتها غزاله متبعانا في مان دو لا مان، سالي توريا سيتي نو زونتون الله يلا سالي الله يرضي عليك، مستوى عالي. مشينا السكنه لقيناها باحسن ثمن، بغينا نركبوا في ليكونوميكس دقنا راكبين بريمير كلاس بحال جو تو جور، مشينا لمكه لقينا السكنه، داك الشيء واحد تيسير انكرويابل، كل شيء ميسر. علاش؟ لان احنا خارجين ونؤمن ونعتقد انه احنا مع الله. ملي كتعيش الحياه ديالك هكذا سي انكرويابل تافي كومون الي الي. شوف ياك زمان كانوا تيقولوا والدينا تيبيتها في جنة تيصبحها في جنة، هو عظيم الشان. تو سي كو جادوغ داك ليستواغ، شوف هذا الايمان شحال مهم. تيعودوا على واحد السيده كانت عاهره مسكينه وكانت قصاره وحديده في لابواط. شوف دابا شوف الايمان الرباني، وداك السيد اللي كانت قصاره معاه يمكن الناس ما تعجبهمش القصه ولا المهم، انا كنعاود هادشي باسكو سي لا رياليتي دو قصص ديال ديجا. بعدا باش نقول لك بان بوركو جي راكونتي سيت استوار ديال واحد ديال 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 ولد الكركاد النهار، باسكو يا بوكو دو سيميليتيد مع هادي 1000 عام، هادي 1000 عام ولد الكراكي نو في فيفغ لا ميم شوز كستا في ميلان، بور نو دير كو ريان امبوسيبل كو لا ريليجيون ني با اي ني با بيريسابل. الدين ديال هادي 1000 عام ود اليوم ديال سيدنا محمد ود اليوم راه الدين ما كيتبدلش، غير كيتبدل هو البشر والفهم هاد البشر. قلت لك هاد العاهره غادي نعاود لكم هاد القصه، هاد العاهره كانت قصاره واخا اوغوزمون هدى الا كتقولي شي حاجه انت باغي نشوف خويا عالي واخا. هاد العاهره كانت قصاره في لابواط، وداك صاحبها شرب بزاف وسكر وقال لها قلب عليها وخرج عليا وجا كاع عليا، ما عندها فلوس ما عندها صاك ما عندها والو. خرجت عند شاف هذاك العساس، هاد القصه وقعت في فاس واحد لابواط دو نوي فاس، شاف العساس قال لها مالك؟ قالت له راه ما عندي فلوس ما عندي فين نبات ما عندي والو. قال لها صوب الله الشريفه، قال لها شوف راه واحد الطوموبيله تما سير نعس اللور ومولاها مدبر الحاكم في الصباح. هذاك السيد هذاك مول داك الطوموبيل كان جالس في لوطيل مع عليه باش يخرج، هذاك عاوتاني جالس في لوطيل قتلو ضربت له الدماغ ديالو قال كان يمشي بحالو. ركب في الطوموبيل هذا السيد كان من الخارج، ركب في الطوموبيل دار مارش ضرب الطريق فات مكناسه قرب للرباط، السيدة فقية كتكسر تلقى راسها الطوموبيلة غادية، السيد تيسوق بيها تيقول لها شكون انتينا؟ هضرت معاها بصراحة قلت له أنا راني شوف ما عندي ما نعاود لك، أنا كنت قصارة في الأبواط، صاحبي سكر حيح عليا خرجني ما عندي فلوس، قال لي العساس بات في الطوموبيل في الصباح يا مولاي أنا في الوطن يحن الله. هذاك السيد ملي سمع القصة ديالها وسمع الصدق ديالها وسمع لينوسونس ديالها قال لها بنتنا تندوج بك ونسترك. دابا اش كتقول لهم داك السيده هذيك وكتقول لي وتقول لك؟ كتقول لهم يصوب الله يصوب الله واخا في 12 د الليل. وانا تيبيني تيجيني هاد الفهامه هادي راه واحد الفهامه خطيره، راه هادي هي اللي بغينا نفهموا لوليداتنا. حيت دابا في كونتيست انا ملي سولتهم قلت لهم قبيله ما كملتلكش شنو هي لا ديبرسيون، قال لكم تيبان لك لو نوار وتتبان لك حتى شي ايسو، ولكن الا كان معك الله تتبان لك ليسو وتيبان لك وما تيبقاش يبان لك لو نوار. قبيله داك شي دوموند دابا ديال بغيت فين هي ساره الوزان؟ وي 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 قول لها ادخل. فينك يا ساره؟ فين؟ مازال قول لها دير لي لا دوموند. ساره فينك؟ باسكو لا جي ان تيمونياج. فوالا برافو عليك، يحن واخا في 12 الليل اكزاكتومون سي سكو مو اوسي جو بلور كون جو راكونت سيت هيستوار باسكو توت ما في لي اوتور دي يحن واخا في 12 الليل توجور. شوف على ما تجي ساره نعاود لكم واحد القصه واحده اخرى قسما بالله نعاودها لكم. فين هي ساره؟ قلب عليها علي. ساره الوزاني هي ساره. يلا شوف فاش تخرجت من الكابين نعاود لكم هذه الاستوار باسكو الناس غالطين. فاش تخرجت من باش ربي ملي كتكون معاه ما عمره ما تيخليك، اقسم بالله العلي العظيم. فاش تخرجت جلست واحد الشهرين في الدار ساره الوزاني ساره الوزاني ديك لا اكسبتي. هذا عندنا واحد لو تيمونياج هذه الليله ديال ساره الوزاني الله يرضي عليها الى اكسبتي دو هي هذيك ديال اكسبت حنا اون تاكسبتي يا ساره. فوالا اخو جوان دي فيس مس الخير ساره. الو دكتور بونسوار ما شير. الو دكتور بونسوار. تسمعني يا ساره؟ ديزولي كونكتوني في الخدمه داكشي علاش ما بغيتش نبين الفيزاج ديالي. C'est pas grave, Arthur.
ديجا لو فيت دو فولوار تيمواني سي امبورطون سي با امبورطون لو فيزا سكي امبورطون سي سكو تي انا غادي نقول واحد الحاجه على المستحيل حقاش انا من واحد البنت اللي عاد قلتي كنت غاطي شي مي بارون كانوا مدصريني لواحد 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 الحاجه ما تصورهاش درش انا جلا غيتي مي زوتود ولقيت ان غون بروبليم من بعد ملي الوالدين ما الوالد مشى الوغ ديك البساله اللي كانت وكل شيء وهذا الشيء وبقيت مع الدراري وقلتها لك ديجا سي كو كنت غير كنشوف في الانستغرام وطحت في الانستغرام ديالك في شفت بزاف ديال الصوالح حتى الدين ما كناش كنعرفوه مليح ما كناش كنعرفوش بزاف ديال الحوايج يا لا غلا من بعد رجعت حيت راسي من داك لونطوغاج كامل انا كنت كندير كل شيء كنت جابو لانكول جو في اكثر من داك الصوالح خرجت من داك لونطوغاج مشيت قلبت على روحي سكنت في ان شومبر مع لي في فواحد لابارتمون خرجت درت لي زيسبا ديالي خرجت وليت كنصلي قلت بسم الله غادي نخرج نخدم ابي خرجت مشيت درت ميناج دوبي البرومي موا درت ميناج خدمت على روحي لقيت بزاف ديال لي زوبستاكل اون ديبي مي خدمت وقلت وسوفريت من بعد شويه بشويه خديت غارسونيير ديالي ترونكيل وخدمت في واحد السونتر دابيل من بعد لقيت فيه بزاف ديال الحوايج ماشي مزيانين لقيت راسي غادي نرجع لذاك لونطوغاج ايتو عاود خدمت في ان ريستو مانو شوي اون كاس ترونكيل الحمد لله افيك ان فري سالير بون كوميم 3500 الحمد لله عليها باش تخبر جاكان ووصلت لشي حوايج اللي ما كنتش كان مالغري كانوا عندي الفلوس وكانوا عندي هكا مي كانوا عندي الصحاب خايبين حتى واحد ما كيبين لكش بان كيقول لك هذه مزيانه وهذه مزيانه وهذه هذه كلشي لو طون اللي تقول لها انا خاصني هذه يقول لك لا معليش يلاه نمشيو لهنا مشينا لي نايت سهرنا ايتو اونزيد سي كو حنا كلنا ولاد دي فامي تري كونو اون سود ما خصنا حتى شي حاجه من البسالات اللي كندير انا هكا وما كناش كنعرفوا الله مي اي فوا توشي تولي تصلي تولي هذه تولي شويه الناس الولا قالوها قالوا قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع من بعد وليت كنعرف شنو هو الدرهم شنو هي كيفاش غادي نتصرف كيفاش غادي نخرج كيفاش غادي نخدم على روحي وليت نشد بون تعرفت على دي جون مزيانين ولاو كيعاونوني مشيت لعند ان ميدسان باش نتعالج من الادمان ودابا ميم هذيك لي 3500 كنعطي للميدسان ميم كان نورمالمون لي سيونس كان عندي بارم باغ كانزان دار لي واحد لا صوم بعد قلت له لا فيريتي كلها دار معايا 100 درهم ابي الحمد لله سامحش بزاف ديال الحوايج تشونجاو تكون مزيان مع ربي ربي ما عمرو غادي ينساك يا دكتور جامي دون لا في جامي دون لا في غادي ينساك جامي وليت نقرا القران ايماجين ما كنتش نعرف كاع ما كنتش نعرف ميم نهضر بالعربيه ولا هذه ولا كان كل شيء كان غير بالفرنسيه كل شيء كان غير هذه الله وملي كنت في الصحراء ميم بور مومون شو غادي ما كنت في الصحراء ميم كل شيء كيقول بنت فلان ماشي مشكل بنت فلان الدنيا هانيه درت بزاف ديال الاخطاء ما ربي ما عمرو كينساك ولا كيقول لك لا هذه ما مزيانه هذه لا هذه ربي كيغفر لك كاع لي شوز ربي كيقول لك فوالا خاصك تقلب على الناس المزيانين باش تلقاهم الوقت ديال الشده والوقت ديال الضحك والوقت ديال هذه ماشي غير الوقيته ديال القصاير والوقيته ديال التفليات والوقيته ديال هذه وشي واحد الا بغى يدير شي حاجه يونا با كلك شوز كي سابيل امبوسيبل ما كايناش اسمها المستحيل تو فو شونجي تا في تو فو شونجي مي تكون عندك النيه وتكون عندك الرغبه انك توصل لهذوك لي شوز الا ما درتيش بحال هكا ما عمر غادي توصل باسكو هذيك لا في محدوده اليوم غادي تخرج وغادي تسهر وغادي تقصر وغادي دير هادشي وغادي تجيب وغادي تخرج مع الدراري صحابك ايتو وانتوما جالسين في واحد البلاصه مزيانه وكلشي ني ملي تجي توقف عليه تقول له لا انا بغيت نخدم على روحي ولا بغيت ندير هادي ولا يقول لك ماشي با لا بين يلاه ديروا هادي يلاه نمشيو لهنا كانت الحياه ديالنا باطله انا كنهضر على حياتي كانت باطله 100% سي كو الناس بالنهار والفياق بالليل والخروج ومن هنا وما كتعرفش داكشي من فين كيجي ولكن نهار لي شونجيت الحياه ديالي يلاه وليت كنعرف الحياه شنو هي وليت كنعرف لا في شنو هي كنعرف الريسبونسابيلتي خاص يكون عندك واحد لوبجيكتيف في الحياه الا ما كانش عندك هذاك لوبجيكتيف ما تنجم دير حتى شي حاجه جامي في حياتك واش غادي دير
وصراحة حتى لي بارون اللي كيجي كيقول لك لا معليش هذا صغير ما كيعرف والو، ما كاين واحد الغلط، خاص يكون التربية من الأساس من لاباز، ماشي أنا تدصرني أكثر من خوتي وتخليني نورمال. نورمال غادي نولي غادي نولي أنا غير ماشية بحال هكاك. من نهار اللي مشى الوالد ديالي تكثر لي الظهر ديالي، أنا ما بقى حتى شي واحد اللي غادي يعاونك، ما بقى حتى شي واحد غادي يجيب لك شي حاجه، ما بقى حتى شي واحد هز لك الهم، ما بقى حتى شي واحد غادي يقول لك لا تشوف فواياجي لا خصني بغيتي تمشي لا بغيت تسافر هنا، عطي البنت عطي لها هذا. هذا سي ان فوت، سي ان فوت شي لي بارون. او كونترير جر ولدك عندك، اليوم غلط جيب دو عندك ولا لا هذه ما مزياناش خصك دير هذه، راه الله كيقول هذه حرام، كيقول هذه ماشي مزيانه، كيقول هكا ما كيقول هكا كيقول هكا. انا شخصيا كنهضر على راسي باسكو الوالدين كانوا قرب في ان سيستم فرونسي ما بونك في الاخر كيجي كيقول لك قريتي اليوم مزيانه ولدي ما مزيان مزيان كيعطيك ان ارجون دو بوش انت ميم با سيزون عطيك واحد 2000 درهم 3000 درهم في لا سيمين بس لا فولي هذاك راه الحماق. ومن بعد ما كيعلمكش انك دير، ولكن ماشي العيب كما كيقول ليس العيب ان تسقط ولكن العيب وكل العيب ان تبقى حيث سقطت، تبقى في ذاك لو با ما دير حتى شي حاجه ما دير هكا. انا جاي بيان البنات ولا الدراري اللي غالطين في الحياه كيقولوا لا انا غادي ندير هذه هذه سبيان راه غنمشي لهنا غنمشي هنا تخيل تخيل ما كاين حتى شي حاجه في هذا الشيء كامل. الناس كتغرهم غير المظاهر، لا خص يكون عندي ثلاثه تليفونات، خص يكون عندي هذه، خص يكون عندي هذه. مي ملي كتجي المعقول وكتجي بغيتي دير شي حاجه قاصحه ربي كيقول الحلال قاصح الحلال قاصح. انا سفريت البرومي موا اللي كنقلب على الخدمه سفريت اللي كتجي لعندو كيقول لك لا انا ما خصنيش دابا ما خصنيش هذه لا تخدمي في هذه لا ما تخدميش في هذه نو نو سمحي لي ما كانش شهر دوزتو بواحد الصوالح ما نقدرش نقول لك تيكو كنعس على الحوايج ديالي ما خديت لا ديسيجن بين نهار وليله كنت كنتفرج في دي فيديو بحال هكا وليت دخلت الكونت ديالك بقيت كنتفرج بين نهار وليله مع الصباح مع السبعة الصباح خرجت كان عندي ان تليفون مشيت بعته كريت ان شومبر دوزت جلست قلبت السيمانه الاولى ما كانش السيمانه الثانيه ما كانش مي كتخرج مع الصباح كتقول بسم الله بون كتحس براسك انك درتي شي حاجه الله. قلبتي على واحد الخدمه قلبتي على واحد الحاجه كتمشي كتقلب عليها كتقلب واحد النهار ربي كيسهل عليك واحد النهار ربي كيعطيك شي حاجه. بعد بديتها ميناج ملي كتجي كتقول لواحد بون ملي غير كتهضر كيقول لك انت كتسكن في ليتخونجي انا ما جابيت انا وقعتني مع واحد الباترون جوكي اللي كتسكن في ليتخونجي قلت له انا ما كنسكنش في ليتخونجي انا كنسكن في المغرب انا مغربي فوالا قال لي نو ما نجمش نخدمك وانت شوف غير الباس اللي لابسه ما يمكنش. بعد مشيت بلاصه اخرى نفس الحاجه الناس كتحكم عليك بالمظهر. بعد مشيت لقيت ولد الناس لقيت واحد ولد الناس قلت له فوالا ها السيتوياسيون ديالك راه دايره كي كنت وكي كنت وكي كنت وكي كنت اي بوغ لو مومون بغيت نخدم قال لي تخدمي قلت له واه نخدم اون اون بليس نقولها سي ان جويف ماشي مسلم ان جويف قلت له فوالا شنو عندي قال لي افيك بليزير سي تو فو ترافاي دخلني في الاول ميناج من بعد وليت كندير نمسح لي كوفير نمسح هادي نمسح لي طابل نمسح هكا معليش نبغي نخرج كان والله يحيد يرحم له الوالدين كان يخرج ملي بغي نخرج يحيد من الجيب ديالو ويقول لي فيان شي مو ونجي لعندو ويقول لي الوغ هتجيب ولا هتجيب فيك يعطيني ان كوراج مره كيعطيني 100 بال مره كيعطيني 200 بال مره كيقول لي نتو الزهر ديالك في الجيب ديالي اليوم مره ما ننساهاش لقيت عنده 1500 درهم قال لي سي ا توا تيان tu veux travailler tu veux changer ta vie vivre ta vie vas-y بعد خرجني للسيرفيس بعد خرجني هكا من بعد حطني في لاكاس الوغ الا بغيتي توصل واحد الحاجه غادي توصل بور لو مومون جو لو دي مسيو ميشيل سي فو بلي جو فو لو بارلي هكا قلت له جو فو لو بارلي افيك ان دكتور اي تو قال لي فازي انا نرومبلاسيك سي لوي كي مو رومبلاس اون كاس سي لوي كي مو رومبلاس كي فوالا alors je tiens à remercier monsieur Michel ouais il est gentil le monsieur là il est gentil vraiment عطاني واحد الكود ما قال لي فازي خدم على روحك c'est bon قال لي ماشي مشكل انك كنتي كدير ولكن مي سي با روتار tu peux faire plein chose غادي ديري غادي هكا وفوالا كنخلص 1000 درهم في السيونس ديالي عندي 2500 نخلص لوجمون ديالي افيك 1000 جي 1500 درهم وحسيت بها وليت كنحس بهذوك الفلوس كناكل كنشرب كنخرج اي جو سار نمشي
نمشي للسوق نشوف الناس نشوف هكا كانت حياتي باطل. وي ترى وقلنا شنو الامباكت ديال مان دون لا مان عليك هاد لو هاد لاباج ديالنا كما التقي ديالهم غابيدمون. انا درت لك ان فيديو قلت لك ميرسي بيان باسكو انا مشيت سولت في الجامعه مشيت ايماجين عند واحد ريسبونسابل في الجامعه جو لو دي لا فيريتي انفان كيس كي ما دي انتوما باسلين وانتوما هكا. قلت له انا ما كنخرجش مع الرجال. انا قلت له الفك اتونسيون انا ما كنديرش هكا. ويقول لي ما عمر الله غادي يدير لك. ابي ملي شفت لا باج ديالكم ايتو شفت لا باج ديالك دكتور كتشرح واحد الصوارح للبيتيت سميتو شوفون فريمون سميتو شوفون بون كومون جو فات دير مي تفكر مون بير ان سيغتان طون كومون يل مو بارل علاش بحال هكذا. لا ما خصش تكون هكذا. حنا ما معودينش على هاد الصوالح. حنا ما معودينش على هادشي. وشفت السيكوم فاش قلتي لا راه فوالا راه ربي كيدير هادي 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 وخديت لا ديسيزيون. الوغ ملي كتجي عند واحد هو في الجامعه يطويتو ويقول لك نو نتوما كتلبسوا هاد لي بونطالون نتوما كديروا هكا نتوما كديروا هكا ما عمركم غادي ديروا شي حاجه كي بلوكيك. مي ماشي بحال واحد كيعطيك دي زانفورماسيون اللي توشو في القلب اللي وصلوا لك لي شوز 100% اللي تحس سي كو ايل تو بارل سيريوزمون. عنده واحد لا جالوزي على لي جون على هادي على هكا. الدين ديالنا زوين. الدين ديالنا دين موده رحمه بزاف ديال الصوالح. لو مالوغ لا سي كو كتلقى هادشي مع لي زوروبيان والعرب اللي كاينين معانا كيهرسوا كيقولوا لك او لا فوالا حنا ديجا درنا دي ديفو حنا غنمشيو لجهنم حنا لا هادي ما خص ديري ان خمار باش يلاه تكوني غايه تكوني هكا تكوني مي نو مي علاش كتقولوا هادشي كتقولوا هادشي. وملي كتدخل عند واحد اللي هو قاري القران 100% يعني تقول انا دخلت عند الجامع كنشرح له كتقول شوف الا دخلتي الا ديجا بون حنا ديجا درنا لي فيزيت الكنيسات ديال لي زوروبيان كتلقى واحد كيهضر معاه كيسمعو كيحس بيه فونس لوي عاد كيقول له شوف انت اش بغيتي دير. انا كيقول لي شي كلام انا ضرني في خاطري كنقول له لا ماشي بحال هكا كيقول لي نو سي كوم سا. ابي ملي دخلت قلت فوالا الحمد لله اون فان كون كاينين دي جون اللي كيوصلوا الحوايج. وكنت صيفط لك في البريفي وقلت لك فوالا مسيو اي تو و تي مي دي كوراج فازي سي بون. ابي مشيت بقيت كنمشي مع لي زيتاب ديالكم كومون سا لا خسر خرج قلب على راسك سير دير هادي سير فوالا دير هكا سير هكا. وفرقت هادوك صحابي كاملين وكلش اي تو مالغري كنقدر نجلس معاهم وترونكيل. ولا كنت مشيت معاهم على العقل ديالهم راني بعت ميم لي شوز ديالي مع خوتي نتفارق مع خوتي نقول لهم عطوني ديالي من بعد غادي نطرطقاه في ميم با في شهر في شهرين شحال كاع غيبقى عام عامين سي بون سي فيني. ودرت صلة الرحم مع خوتي درت بزاف ديال الحوايج جيت حنيت الراس باسكو شوي فوت المهم دابا حنا نفعناك شويه بزاف ماشي شويه بزاف دكتور ميرسي انفينيمون ليك ولا باج ديالك اي تو ان شاء الله ان شاء الله كون تو غادي فاكونس تو فياندرا افاز فيزيت مرحبا بك سا نوزا في تريش او كور تون تيمونياج سارة. Vraiment, merci beaucoup. Tu as le courage de témoigner, de parler de ton histoire. Je tiens aussi à remercier ton patron, Michel. Alors, merci à vous. Je le remercie. C'est Hamnachouf. La tribune est allée au Maghreb. Khotna, Hbabna, Kalboum, on les respecte, ils nous respectent. Merci à vous, monsieur. ولا دام وربي يحفظ لك الله يعطيك ان شاء الله الله يعطيك ان شاء الله انت ناشي عمره الله يعطيك شي راجل طيب ان شاء الله ميرسي علي بون سواري علي بسلامه ميرسي. alors a demandé un témoignage il s'est converti بعدين نعرفوه ومن بعد Les délices enchantés, elle n'a pas envoyé de demande. Alors, les délices enchantés, est-ce que tu acceptes une demande ou tu acceptes en privé parce que nous avons invité ou que tu as un témoignage
على راه ما كيسمعوناش الناس عاد لا كيسمعك لا كيسمعك تيسمعونا دونك جو بونس كو يا با با دو كونيكسيون لو سون سي فو بلي ما عندهاش يمكن الوغ سا كوب يا با دو ريزون الوغ ان شاء الله رب العالمين اون فا كلوتوري سيت سيونس اون فا شيرشي اون ديرنيير خو واش كاين هاد السيد يلا سير ليس ما كاينينش الوغ ايل بو مونفويي شوف الا كتسمعني هاد السيده اللي الي كونفيرتي وبغات تيمواني ولا هاد السيد يصيفط لنا ميساج بريفي في انستغرام راه حنا كنجاوبو اي اون اورا ان شاء الله اون اورغانيزرا اون رونكونتر بور تيمواني سا سافي بوكو دو بيان ان شاء الله ك اون فوز اونتون الحمد لله دونك ان شاء الله رب العالمين سو سوار لو مو دو فان خويا علي لو مو دو فان اون ا دي إن الله على كل شيء قدير. ما تنبوس كله. دواء المدة. إن الله على يفوز. شو المدة فين هودا؟ يا الله. هودا؟ واو، on va prier إن شاء الله pour que l'équipe nationale. إن شاء الله يبقى. إن شاء الله remporte le prochain match. On va se concentrer sur le prochain match. إن شاء الله. Et pourquoi pas les autres matchs? Il reste que 3 matchs. كيش pourquoi pas؟ إحنا نمشي إن شاء الله. مش حاجة impossible. Voilà. Et puis une petite remarque. Que j'ai fait, le fait qu'ils sont, ils sont en train de jouer la Coupe du Monde au Qatar. Oui. Subhanallah, le pays que tu as la fierté oui. d'appartenir à ton identité musulmane et arabe. Oui. Parce que tu te chauffes la force de l'islam et des arabes, tu Et les valeurs. Et tu te chauffes la force des les valeurs de l'islam, ils sont respectées à la lettre. Je dis bien à la lettre. Et vraiment, tu as la fierté d'être musulman et arabe au Qatar. Et je crois que cette énergie-là, Bravo, oui. slate les joueurs. Et ils l'ont senti. Ils oui. l'ont senti vraiment. Mais pourquoi tu as dit que les gens le tiers monde, nous sommes les plus faibles. Pas du tout. Ils ont senti cette énergie-là, la force. Et Inch'Allah, c'est un plus qu'ils ont à les autres équipes. Je suis d'accord. Et ils vont en profiter, Inch'Allah, ils vont gagner. Ça, c'est vraiment, on l'a ressenti. C'est pour ça que nous avons c'est un événement que beaucoup d'entre nous vont dire que c'est un petit événement maintenant. Si on le capitalise, si on le capitalise comme il faut, ça va être un très grand événement pour nos enfants, pour les générations à venir, leur motivation. On va combattre le complexe d'infériorité des Européens. On va combattre avec le complexe d'infériorité d'être arabe. On va avoir avec la, on va vraiment. L'entraîneur moumen. À chaque fois, il y a beaucoup de valeurs. Ils ont été eux-mêmes. Exactement. Ils ont eu le courage de montrer ce qu'ils sont avec le pays parce que le pays leur a donné l'opportunité d'être fiers de ce qu'ils sont. Même le Qatar, il faut qu'on le dise. Les grands commentateurs tigolo, c'est l'ahsan édition de la Coupe du Monde. C'est la meilleure de tous les temps, sur tous les plans. Donc, نسأل الله العظيم, رب العرش العظيم, بين يديه الساعة العظيمة, أن يبلغنا مقاصدنا, اللهم ارحم ضعفنا, ويسر أمرنا, وعجل خلاصنا, وبلغنا مما يرضيك آمالنا, اللهم يا ربي, أخذ يدنا سيدي علي ولالا مريم, اللهم بلغهم مقاصدهم, كلهم وليا ونصيرا, سخر لهم في الوداد ديالهم, جمعنا دائما على محبتك, سيدي فهد الله يردو على خير, وإن شاء الله يردو سالم من كل سوء, غانم بأجر المسافر, الحاضرين اللي حضروا معنا, اللهم يا فارق الحب والنوى, أعطي لكل امرئ ما نوى, اللهم يا فارق الحب والنوى, أعطي لكل امرئ منا ما نوى, هذا الفريق ديالنا المنتخب المغربي, يا ربي كلهم وليا ونصيرا ومعينا ومددا, اللهم وفقهم لما تحب وترضى, اللهم اجعلهم مفاتيح خير, رزقهم يا ربي, اللهم زيدهم بسطة في العلم والجسم, اللهم زيدهم بسطة في العلم والجسم, اللهم يا ربي هاد المناخب الوطني والانتوغاج ديالهم, اعطيهم يا ربي لا فورس مونتال باش ان شاء الله يكملوا هاد الرسالة هادي, حنا اللهم سقينا الغيث النافع ولا تجعلنا من القانطين, اللهم يا فارق الحب والنوى, اعطي لكل امرئ منا ما نوى, اللهم يا لطيفا في الازل, انت اللطيف لا تزل, ألطف بنا فيما نزل بحق القرآن وألام النزل أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس اللهم احفظه بما حفظت به الآيات والذكر الحكيم احفظه في ولي عهد الأمير المولى الحسن في صنف المولى الرشيد احفظ الأسرة العلوية جميعا احفظ المغاربة في مشارق الأرض ومغاربها احفظ يا رب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهم احفظ يا رب الأمة العالم الدنيا العالمين يا رب احفظنا جميعا حنا يا رب اختم عينا بالحسنى وبالإيمان وبالسعادة التي ختمت بها على أوليائك وأصفيائك وعبادك الصالحين إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بأمر الله القائم ما ضاق أمر الله وفرجه الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.